الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله ولا اله الا الله, الله الله يا الله والله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وصلنا إلى الفصل الثاني من المرحلة الثانية في كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل هل الاختلاف بين الوجود المستقل والرابط اختلاف نوعي أملا. مسألة في غاية الدقة والعمق، لكن قبل الدخول في تحليل هذا المقطع، هذا النص، وعدتكم أني أثير ما بينه الشيخ مصباح رحمة الله عليه. في الفصل الذي مر في اثبات الوجود الرابط هو يقول ان الوجود الرابط يجب ان نبينه على مستوى الواقع الخارجي لان صدر المتعلين اذا قال الوجود مستقل ورابط يريد الواقع الخارجي الوجود الخارجي لان موضوع الفلسفه عند صدر المتعلين هذا الوجود الواحد بالوحدة التشكيكية في مرتبة مستقل وفي مراتب أخرى هويات عين الربط كما بينت أنا المسألة بالتفصيل ثم عرج على ما بينه الماتن وأشار إلى نكتة مهمة جدا يقول لماذا الماتن يعني السي أتى ب قضية الخارجية، أولا القضية الخارجية لها مطابق خارجي واضحة جدا، حتى ننتقل من مكونات القضية إلى المكونات التي تناظرها في الواقع الخارجي، فإذا كان عندنا هذه القضية الإنسان عالم أصد فالإنسان كواقعية خارجية موجودة، العلم كعرض موجود في. دائرة الإنسان وفيه رابط بين العلم كمقولة عرضية والإنسان كمقولة جوهرية. يعني هذه القضايا يجب أن تكون بين الجوهر والعرض. أما الحيثيات يقول لا لا يجري فيها البحث. فإذا قلت الإنسان واحد، الإنسان معلول، لا هذه حيثيات كما بينا. هذا الامر وجودات رابطيه لا معنى للربط بينها وبين موضوعها هذه المساله جميله ومهمه ثم ياتي الى بيان سيد العلامه سيد العلامه ماذا يقول يقول اذا اخذت الانسان عالم انسان جوهر والعلم عرض فيجب ان يكون هناك رابط بين الجوهر والعرض لماذا لان الجوهر هويته جوهر والعلم هويته عرض وأنت تعلم أن المهيات متباينة بتمام الذات إذا أخذت الإنسان لوحده لا يكون العلم كعرض في هويته ولا الإنسان يكون في هوية العلم فإذا اتصف الإنسان بالعلم وقلنا الإنسان عالم حتما يكون هناك رابط نواص يربط بين الاثنين و يتقوم بالطرفين طبعا هنا إذا قلنا يربط لا يعني أن هناك حقيقة تسمى الربط ثم يأتي ويربط بين الموضوع المحمول لا هذه بيان استعاري فقط يعني في وحدة في اتحاد لا أقول وحدة أقول اتحاد في اتحاد بين الموضوع المحمول لماذا؟ لأن السنخ الجوهر غير سلخ العرض، الجسم أبيض كذلك، البياض عرض كيف محسوس؟ والجسم جوهر، فإذا قلنا الجسم أبيض حتما في اتحاد، وفي ميلك الاتحاد، مهلك الاتحاد هو الوجود الرابط، هذه واضحة جدا، ثم يقول سيد علما يرفض الربط إلا في القضايا الحملية الموجبة تقول إنسان عالم يعني حملنا الإنسان حملنا العلم على الإنسان لأن القضايا السالبة والمعدولة المحمول تشير إلى الأعدام والأعدام لا شيء فكيف تتميز فيقول القضية لها مكونات أربع موضوع محمول الرابط يعني النسبه الحكميه والحكم هنا فقط إضاءة على كلام الشيخ مصباح القضية متشكلة فقط من الموضوع المحمول والنسبة الحكمية ممكن تكون هناك جهة تقول الإنسان إن عالم بالإمكان أما الحكم لا يكون من مكونات الذاتية للقضية يعني الحكم لا يتواجد في متن القضية كتواجد الموضوع والمحمول نسبة الحكمية الحكم علة لتعين القضية يعني حيثية تعليلية لتعين القضية في الذهن لماذا؟ لأنه عملية والعملية لا تكون كاشفة فلا تكون جزءا من القضية نعم هي تورث القضية حيثية تعليلية تحقق يحقق القضية في الذهن يعني إذا قلت الحكم في بعده الكشفي هو قضية فلا يكون الحكم كفعل نفساني جزءا من القضية مطلقا حيثيات تعليلية فقط نعم مثل النور النور ينعكس على الوردة ونبصر في الوردة الجمال تقول الوردة جميلة. لا تقول الوردة التي هي نور جمال. وردة جميلة. النور ما هو؟ النور حيثية تعليلية لبروز هذه الوردة في بعدها الجمالي وفي بعدها الشكلي. حيثية تعليلية فلا يكون النور جزءا من الوردة. ولا الحكم يكون جزءا من القضية. الحكم فعالية اكشن، فعالية إنسانية على مستوى الذين لإبراز القضايا يعني الإنسان يأتي عنده الإنسان من أين جاء الإنسان جاء من الحس يعني الإنسان بأرضية حسية أدرك طبيعة الكلية الإنسانية في الواقع الخارجي في زيد في ليلة و... ثم وجد في بعض مصادق هذا الإنسان حيثية الكشفية فحكم يعني ربط بين الإنسان والعلم لأن في الواقع هكذا يعني هو في الواقع الخارجي وجد الإنسان والعلم ووجد أن هذا الإنس هذا العلم في كنف الإنسان ليس منفصلا عن الإنسان يعني تعين من تعين الإنسان بعد ما فصل الإنسان لوحده أدركه في واقع الزيد وليلة وطه هذا البعد العقلي ثم أدرك الكاشفية لوحدها حكم قال الانسان إن عالم است يعني است يشير الى ان هذا الحكم اصله من اين؟ من الواقع الخارجي. نعم. اذا الحكم لا يكون جزء القضيه كما قال الشيخ مصباح. قضيه فقط موضوع ومحمول ونسبه حكميه يسميها هنا السيد العلامه الرابط وجود الرابط بعض العلماء يفكك بين النسبه الحكميه والرابط. جيد هذا مقبول الى هنا. ثم يأتي ويقول سيد العلامة يرفض أن تكون بين الأعدام نسبة حكمية لماذا؟ لأن العدم لا شيء يقول لا يمكن ويتهم السيد العلامة بالخلط بين بين المفهوم والمصداق يأتي بالحمل الأولي أولا ويقول الإنسان إنسان السيد العلامة يقول لا معنى للربط بين الهوية وهويتها الشيخ مصباح يقول نعم في الواقع الخارجي نعم هذا معقول سواء كان الحمل الأولي في دائرة الهوية بغض الطرف عن الواقع الخارجي الإنسان لا يرتبط مع نفسه وكذلك في الخارج كهوية خارجية لا يمكن ربط الإنسان بينه وبين هويته هذا يقبلها في الحمل الشائع يعني في عالم التحقق أما في الحمل الأولي يقول فيه رابط فيه نسبة حملية كيف يقول الإنسان الأول الموضوعي وجود ذهني والإنسان المحمولي في قولنا الإنسان إنسان وجود ذهني ذاك وجود ذهني وذاك وجود ذهني ويأتي الربط بينهما حينها نقول إنسان إنسان على مستوى عالم المفاهيم وليس على مستوى العالم المصادق انا اقول للشيخ مصباح رحمه الله انت خلطت بين المفهوم والمصداق وليس السيد العلامه لماذا لانك اذا انت انتجت على مستوى الذين مفهوم الانسان كيف انتج الانسان مفهوم الانسان في افق الذين يتبين لنا بالتفصيل في الوجود الذهني فأنتم انتظرونا إذا وصلنا إلى الوجود الذهني نبين كيف تعينت الطبائع في أفق الذين وهي وجود الظلية كما يقولون فإذا تعين الإنسان الأول في أفق الذين وتعين الإنسان الثاني في أفق الذين لا معنى للارتباط بينهما إن هنا واقعيات مفهومية وليست واقعيات حقيقية حتى أنت تربط بينهما يعني تأتي إلى الإنتاج الأول مفهوم الإنسان الأول هويته ما هي إنسانه انتهى الأمر لا يمكن أن تأتي بشيء آخر هناك تربطه فإذا أسست لمفهوم آخر هو الإنسان مباين الثاني ما عنده علاقة هويته مغلقة إذا لا معنى للربط بين المفاهيم، الربط دائما يكون في محك المفاهيم، فتقول إنسان إنسان أصلًا خطأ خطأ بتبع اللغة، العرف والفلسفة لا لا تتبع في أحكامها العرف، ثم يقول حتى في الأعدام حتى في الأعدام نقول أه، وحتى في الهلية البسيطة. نأتي إلى الهالية البسيطة الإنسان وجود أو الإنسان موجود طبعا هنا على مبنى أصالة الماهية. يقول الهوية الإنسانية إنسان إنسان والوجود وجود يعني كم مفهوم عندنا مفهوما مفهوم الإنسان يشير إلى الحيوان الناطق ما يقال في جواب ما هو مفهوم الإنسان يشير إلى التحقق في بينون مفهومية إذا يمكن الربط بين المفهومين نعم في الواقع الخارجي لا ما معنى الإنسان الموجود يعني الإنسان في حد ذاته متحقق فلا معنى أن تأتي إلى التحقق وتجعله تربط بينه وبين ذاته هذا الحمل شائع الشيخ مصباح يقبله لكن في أفق الذين يقول مفهوم الإنسان غير مفهوم الـ 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 الوجود فعلى مستوى المفهومية أنا أربط بين الوجود والإنسان أقول على مستوى المفهومية الإنسان إذا تعين ومفهوم الوجود تعين لا يمكن الربط بينهما ما في حيثية الربط أبداً ملاك الربط غير موجود يا شيخ مصباح ملاك الربط غير موجود لماذا أنت حملت الإنسان على حملت الوجود على الإنسان قلت الإنسان وجود أو موجود لا فرق لأنك أنت عاينت الحمل الشاه زيد ليلى طه فوجدت زيد معدوم ام موجود؟ موجود وله هويه خاصه ما هي الانسان هذه الهويه هي المتحققه بطريقه العدم فانت لما خرجت هويه زيد هي انسان ثم كونه متحققا في متن الواقع ليس معدوما جئت انت هذه الامانه تردها الى اهلها في افق الذهن ماذا تقول؟ انسان معدوم ام الانسان موجود؟ لا تقول انسان موجود. اذا الذي جعلك تحمل الموجوديه على الانسان والملاك الذي على اساسه حملت الوجود على الانسان والواقع الواقع الخارجي. بدون الواقع الخارجي لا يمكن، اذا الحمل لا يتصور في افق الذهن. الحمل يتحقق على اساس الواقع الخارجي. على اساس الواقع الخارجي انت لم تستخرج مفهوم الوجود من الخلاء من لا شيء استخرجته من واقعيات متعينه بها شجره موجوده حقيقه فهذا الواقع الخارجي المتعين بطريقه العدم بشراشيره انسان موجود، قمر موجود، شجر موجود، شمس موجود، الله موجود هذا الذي يساعدك على ماذا؟ على الربط بين الوجود وال وال والحمل ما نقول ربط حمل الوجود على الانسان امانه تردها الى الواقع الخارجي هذه الامانه التي ردت للواقع الخارجي هو الذي يسمى الصدق يعني الحقيقه الشهوديه الحقيقه الاونطولوجيه تناغمت مع الحقيقه المنطقيه الحقيقه المنطقيه تناغمت مع الحقيقه الاونطولوجيه إذا لم يكن هناك حقيقة أنطولوجية بين الإنسان والوجود لا يمكن لك أن تحمل في أفق الذين أبدا إذا إذا عزلت مفهوم الإنسان ومفهوم الوجود من الواقع الخارجي وتأتي تحمل يعني حملت بدون ملك حملت بدون ملاك هذا في الهلية البسيطة وفي الحمل الأولي بيناه نأتي الآن إلى الأعدام نأتي إلى معدولة المحمول إنسان أعمى متجلي في زيد إلا بصير يقول هذه نعم في الخارج العدم لا شيء حتى يربط ب بزيد الإنسان لكن في عالم الذين أنا تصورت الإنسان كمفهوم تصورت مفهوم العدم مفهوم الانسان في دائرة، ومفهوم العدم في دائرة. فنربط بينهما. فنحتاج إلى عملية الربط، يعني الوجود الرابط. الإشكال هو الإشكال. أنت كيف حكمت على الإنسان أعمى؟ في بعض المصادر، كالزيد مثلاً. وغيره من فقد هذا الكمال المادي الذي يؤدي إلى أن النفس.. الأرضية المادية غير موجودة عندها فلا تصل إلى كمالها إذا أنت أفسدت الجرم العيني فالنفس لا تبصر هذا الكمال لا يصل إليها إذا أنت في الواقع الخارجي وجدت إنسانا في زيد في ليلى في طه فاقد لبعد مادي فيه ولهذا قضايا المعلومات المحمول تجريف تجريف الماديات ليس في المجردات فاقد لماذا لأرضية تهيئ لكمال فاقد البصر مثلا فالنفس لا تبصر يبصر كمال لها فتقول الإنسان أعمى في زيد يعني زيد أعمى يعني الإنسان أعمى في زيد فهذه الحالة تريد تعكسها أنت في واقع فهمي فتأتي إلى الإنسان تدرك هويته العقلية ثم هذا النقص وتقول الإنسان أعمى هل هناك يحتاج إلى ربط؟ لا أبدا لأن العدم جاء من نقص من لا شيء ولا شيء كيف يربط؟ شيخ مصباح قال لا يمكن أن نربط نربط بين الإنسان والعمى في أفق الذين نحن نقول أفق الذين هو حقيقة منطقية لا يمكن ان تتاسس في افق الذهن يعني افق الادراك والفهم الا على اساس الحقيقه الانطولوجيه. اذا لم تكن حقيقه أنطولوجية ما عندك ميلاك لحمل العمى على الانسان باي ميلاك؟ تقول لي ميلاك هو الواقع الخارجي هذا هو كلام سيد العلامه. هذا هو كلام سيد العلامه. فالعمى لا شيء فليس له ربط. اذا تعمقنا في الاعدام قلنا شريك البارئ عدم. شريك البارئ عدم يعني شريك البارئ. في دائره نفس الامر لا شيء والعدم لا شيء موضوع لا شيء محمول لا شيء فكيف يكون الرابط بين لا شيئين لا شيئيه الموضوع ولا شيئيه المحمول اذا في الحمل الشاع لا رابط وهذا يسلم به شيخ مصباح ثم يقول في عالم الفهم لا في عالم الفهم والدين انا ادرك شريك الباري في دائرته والعدم في دائرته وادرج شريك الباري تحت العدم فنحتاج إلى رابط نقول هذه القضية شريك الباري عدم عدم حقيقة منطقية بدون هذه الحقيقة الأونطولوجية التي أنا أعاينها ببركة الوجود يعني كيف يعني أنا أحذف بالإدعاء أو أضع بالإدعاء وجودا هو شريك الباري ثم قانون التوحيد يمنعني فنحكم عليه بالعدم يعني أنا أتعاطى مع واقع خارجي نفس أمري ثم جاءت هذه القضية شريك الباري معدوم التي هي الحقيقة المنطقية مطابقة مع الحقيقة الأنطولوجية فيكون علم الحصول مطابق للواقع وهي الحقيقة المنطقية إذا الملاك هي الحقيقة الخارجية الحقيقة الأنطولوجية هذه غفل عنها الشيخ مصباح رحمة الله عليه هذا ما كنت ان اردت ان ابينه من كلام الشيخ مصباح وله تدقيقات جميله جدا من اراد ان يرجع الى شرحه على نهايه الحكمه وهي عباره عن دروس انزلوها في كتاب ناتي الان الى متننا يقول هل الاختلاف بين الوجود المستقل والرابط اختلاف النوع ام لا صدر المتألهين يقول اختلاف نوعي يعني الوجود يصدق عليهم بالاشتراك اللفظي يعني في الوجود المستقل بمعنى وفي الوجود الرابط بمعنى يعني اشتراك لفظي ليس اشتراك المعنى اشتراك معنوي وحدة معنى يعني المعنى معنى الوجود في الوجود المستقل هو المعنى في الوجود الرابط بمعنى يشرح العبارة أن الوجود الرابط وهو ذو معنى تعلقي انظر العبارة الأولى ماذا قال؟ هل الإختلاف بين الوجود المستقل والرابط إختلاف نوعي أم جاء بالوجود المستقل ثم في النشر قال بما بمعنى أن الوجود الرابط هذا لف ونشر مشوش وهو ذو معنى تعلقي، الوجود الرابط يعني متعلق بغيره هل يجوز أن ينسلخ عن هذا الشأن يعني عن الوجود ال الوجود التعلقي؟ نعم. فيعود هذا الوجود الرابط الذي هو معنى تعلقي مستقلا بتوجيه الالتفات اليه مستقلا بعدما كان ذا معنى حرفي او لا يجوز الحق هو الثاني يعني يمكن ارجاع الوجود الحرفي الى الوجود المستقل فينقلب الاشتراك اللفظي هو الاشتراك المعنوي خلاف صدر المتألين خلاف صدر المتألين قد تقول كيف يقول صدر المتألين بالاشتراك اللفظي وهو بنى على الاشتراك المعنوي كأصل أساس في بحوثه الفلسفية الوجود أينما يكون يكون بمعنى طردية العدم فكيف هنا سلخا عن مبنى تمرد على مبنى اقول لا اقول صدر المتعلين لما قال بالاشتراك المعنوي فقط في الوجودات المستقله يعني الوجود الوجود الرابط الوجود التعلقي او الوجود الرابط هذا خرج تخصص من الوجود من معنى الاشتراك المعنوي عند صدر المتالين خروج تخصصي نعم يعني خروج موضوعي هذا الجواب والدفاع عن صدر المتالين هنا السيد العلامة يقول يمكن إرجاع الوجود التعلقي أو الوجود الربط إلى وجود مستقل مسألة عميقة جدا ودقيقة جدا كيف يقول الوجود المستقل ما هو إنسان شجر بقر مستقل بالمفهومية الوجود التعلقي ليس مستقلا بالمفهومية قائم بالطرفين كيف يعود هذا الوجود التعلقي كالوجود المستقل هذا مبنى سيد العلامه يقول انت تقول مفهوم الوجود الرابط ومفهوم الوجود المستقل يعني المفهوم تعين في مفهوم الرابط وفي المفهوم المستقل يعني عندنا حيثيه اشتراك حيث الاشتراك هي المفهومية المبهمة مرة تتعين بوجود رابط مرة تتعين بوجود مستقل شيخ مصباح يأتي بمثال جميل جدا يقول مثل الجنس كالحيوان مثلا الجنس يسري في الأسد ويسري في الـ يسري في, الـ في الأسد بفصله الافتراس ويجري في الإنسان بفصله الناطق يعني مفهوم مبهم مرة يتعين أسدا بفصله الافتراس أو الشجاعة ومرة يتعين إنسانا بفصله الناطق أين المانع وجود مبهم هذا هو الاشتراك المعنوي صار مفهوم الرابط ينقلب ماذا مفهوما مستقلا فعندنا المفهومية هي الجامع تقول مفهوم الرابط يعني مفهوم رابط نحو وجود هذا المفهوم قائم بالطرفين مفهوم مستقل يعني مفهوم نحو وجود هذا المفهوم أنه مستقل بالمفهومية أين البأس ووصلنا إلى الوحدة المفهومية في المفهوم يعني في جيت اشتراك هذا جيت الاشتراك يصحح الاشتراك المعنوي الاشتراك معنى اين الباس في هذا يعني ارجعنا الوجود الرابط الى وجود مستقل نقول مفهوم الرابط مفهوم الرابط في عالم المفاهيم اقول مفهوم الرابط ماذا يحكي يحكي كل ما من شأنه ان يكون قائما بغيره اذا مفهوم الرابط هنا ومفهوم المستقل في المفهوميه حقيقه واحده يعني في اشتراك في الهوية نعم في المحك ذاك يصير يصير قائما بالطرفين يعني يصير حقيقة تعلقية وفي المستقل يصير حقيقة المستقلة وأين البأس فينتفي مبنى صدر المتألهين دقق جيدا الآن في كلام سيد الطبطباء يقول الحق هو الثاني يعني يمكن إرجاع الوجود التعلقي كما سماه هو وجود الرابط الى وجود مستقل فيتحقق الاشتراك المعنوي، يعني هذا وجود ذاك وجود لما سياتي في ابحاث العله والمعلول سياتي ان شاء الله ان المعلول وجود رابط ان حاجه المعلول الى العله مستقره في ذاته، هناك نبين الوجود الرابط الذي نحن بدأنا به التحليل سيد العلامة أحاله إلى العلية والمعلولية المفروض يأتي به هنا لا يركز على القضايا وجاء بالقضايا حتى يثبت أن عندنا صنخان من الوجود وجود رابط ووجود مستقل ثبت الوجود الرابط يعني تقسيم الموجود إلى مستقل ورابط المستقل هو الماهيات والرابط هو الذي يقع بين الماهية هي إذا اتصفت بوصف ما الإنسان عالم الجسم أبيض مع أن صدر المتألين لم يركز على القضايا ركز على الواقع الخارجي يعني في الواقع الخارجي عندنا وجود مستقل هو الله وباقي المخلوقات كلها عين الفقر عين الربط اصطلح عليها الوجود الرابط الوجود الرابط خلينا أدقق في العبارة جيدا أثناء التطبيق انتهى الوقت إن شاء الله خلوها للحصة القادمة صل محمد محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد